هذه العصابة تقوم باستيراد المخدرات الصلبة من بلد أوروبي مرورا بالمطار عن طريق إخفائها بإحكام في أماكن حساسة خاصة عند العنصر النسوي، حيث يتم التمويه بالإدعاء أن الشخص مريض وبرفقته مساعدة طبية لغرض الحصول على التسهيلات. التحريات في القضية التي تمت تحت إشراف النيابة وبعد تمديد الاختصاص إلى عدة ولايات أفضت إلى توقيف كل أفراد العصابة المتكونة من 9 أشخاص من بينهم فتاة.